السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده جايين بفيديو جديد وتحدي جديد، يا رب يعجبكم. انا معايا حياة ابن عمتي اهوت ومعايا محمد اخويا، وهنشوف مين اللي عقاب مين اللي هيصير عليه العقاب. انا متهيئه ان انا اللي هفهمه هيعملوا بيا العقاب. هو لو واحد كسب هيعمل عقاب في الاثنين كده، ماشي؟ اللي هياكل الاول، ماشي، هو اللي هيعمل العقاب في الاثنين، يعني الكسبان هو اللي هيعمل العقاب في الاثنين. وخليكم معانا ونشوف مين اللي كسبان ومين اللي خسران. حبايب قلبي رجعنا لكم تاني اهوت. احنا معانا طبق فته مهول طبعا، استحاله نخلصه. ومعانا هنا دبوس ولحمه، نفس النظام في كل الاطباق. فاحنا هنشوف مين، وخلينا بقى معانا وخليكم معانا في التحدي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل قوي. انا اقصر واحدة فيهم، بصوا مش باينة. هما يفترسوا فيا لان هما ما فطروش من الصبح. ده يلا ضحية النهاردة يا حي، ما شاء الله نزل زي الأكل، مش مستني. شرع محمد بيقول لنا العقاب. عامل لكم عقاب جميل جدا. دي كده خلاص خلصتها يا باشا. لما تسيبش فيها حاجة مش فاهم. إذا العظم مية ربنا يستر، عشان الواد ده مفتري بيعمل عقاب، يعني ربنا يستر والله. مفتري مفتري. ياسين اقفل البيت. خلاصي خلاصي ياما يا خلاصي ياما، نزلين زي الفحل وتعالين ياما. هي على فلوس دي اتنين وحوش مش انا رحمها النهارده. نو ميرسي والله العظيم. هم فطروا من الصبح دلوقتي. لحمه كمان ده لحمه. طبعا الجو ده مصري زول. مصري زول بالنسبه لي. مصري زول. نخسر انا يعني في الباي باي والسيب. لا طعمه مش حلو، لا طعمه. يلا يا اخويا اعمل ده واحد عينيا. في ناس سالتني كتير قوي على وصفات الاكل اللي بعملها في التحديات، ان شاء الله ابقى اعملها لكم وانزلها لكم في الفيديو. بس الفته ناس كتير هتستغرب ان الفته بشعريه، رز بشعريه، هي رز ابيض بس احنا هنا بنحبها، كلنا بنحبها رز بشعريه، فهم بيحبوها يعني رز بشعريه، فانا بعملها رز بشعريه. وعيش، عيش توست محمر، ده مش عيش بلدي، عيش توست محمر. عايز اقول لك ان اي اكل بتعمليه ملوش حل. لا انا والشيف يا اخوي. احنا مش مقطعين محمد الايافه، دي احنا لسه. ده رز بن. ده بيقول لي الطبق ده صغير يا فيال، حطينا طبق كبير شويه. وانا نعمل تحدي على الطبق ده؟ بتصل الطبق قد ايه؟ وعم فراخ ولحمه كمان. الفراخ واللحمة داخل التحدي. هنسينا نجيب طبق نحط فيه اللعب.
حسين. الواد ده انا خايفه منه اصلا، خايفه ايه؟ اذا كلم كتير ما بيعملش. انا ساكت على بس يحيى برضه هيتخطف. والله شكلي يحيى اللي هيتعلم. دبوس جميل جدا. انا عايز اقول لكم ان انا قبل التحدي عمال اقول لهم انا وانا مفيش. طب حتى اللي قطع حلو. بص انا عامله بطاطس بلاش ببصل بطماطم بالدبابيس دي وحطها في الفرن. مسويها في الفرن طعمها خطير. انا كده الاسرار. انا مشكلتي انا بقف في المطبخ ما بقدرش لازم انام امتى ولا اسمها ايه من اي طبق الاخر حته حته خلاص تستنى. بص بقى واو 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 سلاحة طعمها مين؟ راح اتحب سند محمد بسرعة يلا عشان يحيى يفتري فينا. بص معانا احنا فين يحيى يفتري. يحيى ده مفتري ممكن يخلينا نط من الشباك كل نط. بص بقول لكم ايه، انا كده انسحبت مش قادر اكل تاني والله. المفروض اللي يخش وسط الاثنين دول هيبقى شباك من صباح الرافد، وانا طبعا فطرت الصبح وناكل صراحه يعني كنت واقف على الكوبيس فانا كده اتسحبت. سعيد سعيد صديق خلاص ده طبق الحال. بصوا هم ما شاء الله محمد خلاص اوي ده يحيى خلص محمد ماشي. المهم ان انا فايز تعالى خلص الاول يا حبيبي. لا يخلص الاول. لا والله لا يخلص الاول. ده يحيى خلص. يحيى اللي كسبنا يا مامي يا مامي. ربنا يستر. يلا يا محمد بسرعة. يا ترى هتعمل مع فراخ ولحمة. قول يا محمد والنبي ده مفترع يموتنا. خلاص يحيى كذب. يحيى كذب. هيعلق هيعلق. لا يا حبيبي معلقة. خلاص في معلقة. طب طب انا بقى خلاص خلاص هنفخ هنفخ القازوق ده والواد دوت مفتري ابن ثلاثه ميتين. ايه هيموتنا المفروض الواحد كان يستخدم. هو خلاص بسرعه. انا بعترف بسرعه. بس انا بعترف. لا يبقى اللي خلص الاول ثم الاثنين. وده يا جماعه دي اصول التحدي بس هو طبعا خاف لان يعتبر مش عارف ولا هيعمله بس هيعمله مفاجاه. ربنا يستر ربنا يستر. يستنونا في العقاب يا جماعه. استر في العقاب وان هو اللي انا احلقه شعره. طبعا هو شعره مربيه بقاله 3 سنين وشعره ده غالي عنده جدا بس انا على عقاب عقاب وقلنا لازم يتنفل. بص هو قاعد زعلان شعره حقيقي. شعره حقيقي اهو اهو مش ماروكا اهو اهو من جدره اهو شعره حقيقي. يا عين امك يا حبيبي. يا جدعان انا مش مصدق نفسي وربنا اساسا. يا خلاص اضطرينا ان احنا نغير المقص. المقص التاني طلع بارد. ده عقاب محمد ان هو يحلق شعره زيرو، انما عقاب في ريال ان هي اللي هتحلق له شعره زيرو. انا بس هقص له عشان خاطر ابتدي انا العقاب. ده شعره هو زي ما اوريكم ادي اهو. يا عيني يا حبيبي عشت 3 سنين يا جماعه ابدا حاجه عنده شعره. بس هو قاعد متغاظ ومتضايق اصلا. وامن عايز اقول لكم ان دي اصعب لحظه في حياتي. يا عيني يا عيني شعره يا عم ولا اي حاجه يا عيني. حرام عليك يا حد قاعد يظبط 3 سنين. طبعا انا لو حطيت العقاب بتاعك معلش عشان انت تعبانه لو حطيت المره دي بس المره الجايه مش هحطه. لا كتر خيرك يا حلو. بالراحه يا ابني بالراحه. شرير يا حلو شرير. ده لسه بقى موال موال هنجيب فرق. انا بقى ده عقاب ان انت تحرق له زيرو اساسا. يا عيني عليا مصري مصري بريد. لا بيشيل يا عم اهو. يا عيني يا عيني يعني انا صاحبي العقاب فكفايه كده عليا. هي دي نفس عقابها بنفسها عشان خاطر يا عيني يا عيني. وانا يا حبيب قلبي بقى اعمل العقاب اللي قال لي اعمليه. انا بعمله اهوت لان انا احلق شعر محمد بس انا اللي هحلقه بقى على الزيرو. يعني انا دلوقتي احلق ايه؟ اشيل العنب دي اشيلها خالص كده اهو كده اهو
بصي يعني الشنطه اتملت واهو خدوا شايفين الشنطه اتملت ولسه ما حلقناش عيد اهو. فاحنا بقى عشان ده كله واحلى هو القرار بقى على الزيرو. خليكم معايا. بصوا حبايبي انا دلوقتي بقى حلقت له اهو، بس هو مش عايز يطلع من غير شعر ومتضايق قوي ومتنرفز مش عايز يطلع من غير شعر. بصوا شعري. لو شلت دي بصوا شعري شعري بصوا 3 سنين مربي فيه. بصوا طوله قد ايه؟ 3 سنين انا ربي فيه وفيها واحده شيء وكده. احسن يحيى افترى علينا صراحه وخلانا انا قعدت اقص واحلق. بصوا خليت شعره عامل ازاي، بس هو مش عايز يوريه لكم. بصوا مش عايز يوريه لكم، مش عايز متضايق اللي هو من غير شعر، فمش عايز يطلع من غير شعر. 3 سنين يا جماعه ما انا ربي فيه. بصوا الشنطه عليك. طب بصوا الشنطه مليانه ازاي. بصوا الشنطه شعر قد ايه فيها. شعري وريني. افتح الشنطة. تحدد زفت. بص بص الشعر يا عيني. خلاص يا عيني يا عيني يا عيني. هو حلف بقى العقاب الجاي لا يوري يحيى، هيوري ويوريني. هنفخ هنفخه. خلينا بقى خليكم معانا ان شاء الله في التحدي الجديد والعقاب الجديد. سلام.